كيفيت نجم تصور بشوية إمكانيات؟ كيفيت نجم تصور صوت باهي؟ تحكي على صوت وانت الصوت متاعك خايب. سيا سامحني نعاودو. كيفيت نجم تصور بشوية إمكانيات؟ كيفيت نجم تصور بصوت باهي؟ وهذا شنو باش نشوفو في الفيديو هذي. هذا بالمفروض فما ساوند إفكت وتبدأ الفيديو. يظهر لي باش يجي اوكي. باش تصور حاجك بكاميرا وتليفون، وكان ما عندكش كاميرا زوز تليفونات يكفيو. اول واهم حاجه هي الصوت نتاعك. شفتوها العمليه هذه؟ الضربه هذه لشنو تنفع؟ حاجه معروفه انه صوت الكاميرا ياسر خايب ومتعملش عليه، لكن كي تسجل بالتليفون يكون الصوت احسن. وانا ناخذ في الصوت بالتليفون في الفيديوز هذم الكل، وهنا تنجم تشوف انه بامكانيات محدوده تنجم تخرج برودكت باهي. ونرجعوا للضربه اللي عملتها، البيك هذا صار في التليفون، وانت هنا باش تحطه في السوفت وير نتاع الايديتنج نتاعك ويجيو فوق بعضهم. تجي نفس صوت التصفيقه في الكاميرا ونفسها تجي في التليفون، وهنا تحطهم فوق بعضهم وبعد تنحي الكاميرا وتخلي التصفيقه نتاعك نظيفه نتاع التليفون نتاعك. اوكي، كيف تستعمل التليفون نتاعك؟ لازم تحطه في اقرب نقطه من الشخص اللي باش يحكي، وهنا نحبكم تركزوا مع كلامي. الناس الكل قاعده تركز ان هي الكاميرا اللي خير، اما تنجم تكون عندك من اقوى التصاور، اما كي الصوت نتاعك خايب حتى حد ما يشوف الفيديو نتاعك. ولكن كي الصوت نتاعك باهي والتصويره خايبه الناس الكل تشوف الفيديو نتاعك. حط لي كود هذا، حب تصويرتي بالبلاك اند وايت وتجي الجمله اللي قلتها. اما تنجم تكون عندك من اقوى التصاور، اما كي الصوت نتاعك خايب حتى حد ما يشوف الفيديو نتاعك. ولكن كي الصوت نتاعك باهي والتصويره خايبه الناس الكل تشوف الفيديو نتاعك. نتعديو النقطه اللي بعد، الضو يرحم والديك. ضو ربي احسن حاجه تنجم تستعملها، يعني ما تبداش تتفلسف وتقول نحط ضو منا ومنا ومنا، وانت ما تبداش فاهم انه كيفاه تحط الضو نتاعك. عندك شخص تحب تصوره، عندك حاجه صغيره تحب تصورها، ضويها اخويا بضو ربي ولا بضو عادي. وهنا نستدعاك انك تنجم تصنع الاضاءه نتاعك باقل تكلفه. نحط لك توتوريالز نتاع ناس حكيت نفس الحاجة، سو زيد اني نعاود نحكيها كيفية تصنع الضوء متاعك بأقل تكلفة. ونتعديو الأهم حاجة اللي هي الإيديتنج، اللي هي آخر كتيبة متاع الفيديو متاعك. الكتيبة الأولى هي سكريب، الكتيبة الثانية اللي هو في وسط التصوير متاعك اللي هو تمثيلك، والكتيبة الثالثة اللي هي الإيديتنج. يعني تنجم تصور من أقوى الحاجات، أما كان المونتاج متاعك خايب كل شيء تحت في الماء. ليلي هذا أقوال مأثورة على الآخر. الناس الكل تغرمت باليوتيوب ستايل بودكاست كيفاش تبدا تحكي هكا ويصيروا الحاجات هذم، اللي هي اسمها جامب كات. جامب كات يعني قصة في نفس الشوت، يعني انا نبدا نحكي والجامب كات يعني الشوت يجامبي ويقرب لك اكثر. اسمع على جسمه، اقسم بالله في وسط التصوير عرفت اللي هي اسمع على جسمه. مثال باش نقول جمله مرتين، مره بالايديتنج ومره كامله. اليوم في الفيديو هذه باش نعلمكم كيف تعملوا تصوير باهي، مونتاج وكتيبه باهيه. تو بالايديتنج والجامب كات شوفوا كيفاش تولي. اليوم الفيديو هذه باش نعلمكم كيف تعملوا تصوير باهي، مونتاج وكتيبه باهيه. اهم حاجه على الانترنت لازم المعلومه تتعدى فيسع. ما عينيش باش نقعد نستنى ونسمع فيك تحكي ليه فيسع تك 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 اعطيني لي زانفورماسيون امشي امشي، لكن ما تكثرش من الايفكتس هذوم اللي تجيب الدوخه للشخص اللي قاعد يشوف فيك. تو شنو عملت لهنا؟ ترجع للسوفت وير نتاع المونتاج نتاعك، نحيت الفراغ ما بين كلمه وكلمه، هذا عليه وليت اسرع ما فيها حتى شيء. كات، واحنا حكينا على السوفت ويرز، السوفت ويرز اللي لازم تعمل لهم داونلود هما كانك على البي سي ادوب بريمير، كانك على الماك فاينل كات، ايفن ذو ادوب بريمير ياسر خير وابديتد اكثر، كانك على الاندرويد تليفونك انشوت، وكانك ابل اي موفي اللي هو ياسر يصلح. كيف سهلين الاستعمال وتلقاو التوتوريالز الكل في الديسكريبشن. والناس الكل في بالها الايديتنج صعيب وهو سهل، هو الايديتنج هو قص ولصق، اما بعد كي تتفنن وتعرف كيفاش تعمل هذه وشنو الشوت اللي تبدا به، هذا عليك تعطي نفس سكريبت لزوز مخرجين كل واحد يعمل لك حكايه اخرى كومبليتمون. سو كيف الايديتنج نخليكم في فيديوز لازم تشوفوهم، كيف نتاع سفيان هذا تلقاوه في الديسكريبشن اللي يفسر لك بالضبط كيف تعمل جامب كات هذا. واهم حاجه ما تنساوش انه في الفيديوز هذوما نحكيو على البيزكس نتاع التصوير نتاع الصوت نتاع الايديتنج. جود لاك.